عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، الله يحفظه، الله يحفظه، عاش الملك، عاش الملك، الله ولا بغينا وليداتنا يقراو، عاش الملك، هادشي راه ماشي معقول، عاش الملك، ولا بغينا وليداتنا يقراو، كنطالبو مهم كنطالبو حتى شي حاجه، كنطالبو الجيل المستقبل ديال هذا الدم، بغينا وليداتنا يقراو، الله يرحمكم الوالدين، لما تهلاو في الشباب اللي طالع، وراه شوما هادشي راه عيب عليكم وعار، راه عيب وعار، وراه الحكايه القضيه الزيرو عيب وعار، راه بغينا وليداتنا يقراو، وما طالب انت حاجه حتى الله. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر ومره اخرى في هذه المراسله من عين جمعه اقليم مكناس، وانطلاقة الموسم الدراسي مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وما يليه من تبعات، وهنا عدد من المشاكل. اليوم معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي أمام مؤسسة تعليمية هنا بعين جمعة، مؤسسة ابتدائية، واللي كيقولوا آباء وأولياء التلاميذ المدرسة الابتدائية كعين بسبب حرمان الأبناء ديالهم من التعليم الأولي وإغلاق الأقسام اللي كانت كتقدم فيها هذه الخدمة، واللي انطلقت واللي عرفنا انها جات في اطار برنامج جديد. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هاد الناس هادو، هاد الساكنه ديال عين جمعه كيقول لك ان الوليدات ديالهم ادينا الواجبات ديال التسجيل وديال التامين من اجل انهم ياخذوا يبداوا التعليم ديالهم، لكن كيتفاجئوا من بعد بقرار ديال انه غيتم يعني اخذ هاد المعلمات او الاستاذات اللي غادي يتكلفوا بالتعليم الاولي، انه عندهم فتره ديال التكوين اللي غتمتد لمده شهرين، وهذا الشيء اللي ما عجبش الاباء والاولياء ديال التلاميذ، واللي خلاهم اليوم يتصلوا بقناة شوف تيفي من اجل انه يوصلوا صوتهم ويلقاو حل. كيقول لك وليداتنا غادي يضيعوا. غادي نبداو مع اول الاباء اللي حاضر هنايا، وغادي نحاولوا نقربوا يعني نقربوا شنو الواقع بالضبط هنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي هنا بعين جمعه. نعم الشريف، انتم كاباء اليوم شنو المشكل اللي واقع عندكم هنايا؟ تنطلبوا من هاد الناس يقريونا اولادنا ما يضيعوش. نعم، هادشي اللي تنطلبوا من هاد الناس، اولادنا راه اولاد المستقبل ان شاء الله. نعم، كاين اولادنا، اولاد اولادنا، اولاد جيراننا. نعم، راه كاين اللي قريب وكاين اللي راه باه تيسمح بالخدمه ديالو باش يجيب الدري او بنتي يقريها بالروض، وتفاجئ جا ولقى القسم مسدود. نعم، اشنو تنطلبوا من هاد الناس اللي قريونا ولادنا؟ ما تنطلبوش شي حاجه. كنتو عارفينو في الاول انه غيت ما قالوا لنا حتى حاجه. كنا عارفينو كاع الامور عاديه. كون كنا عارفين ما غايجيش بنادم ويتقطع. كاع ما نقطعوش كاع على صوره. بنادم مشى تيقطع. على صوره قرينا ولادنا كلشي. انا نجعل. نعم. وتنطلبوا من هاد الناس يقريو لنا ولادنا، وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. نعم، رسالتكم واضحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. هاد الناس كيقول لك كون علمونا في الاول ما كناش غادي نقطعوا، ما كناش كما كنقولوا ما غنقوموش بواجبات التسجيل. وحنا نعم خويا، شنو اخويا كون علمونا داك الشهرين، داك الشهرين اخرى زايده فينا حنايا، وحنا غادي نشريو بها بوطه، نشريو بها زيت، راه كلشي غلا، وحنا اولاد باب الله، راه هنايا منطقه عروبيه كامله، هذه هي راه منطقه فلاحيه، راه كنسامحوا بخدمتنا وكيفاش نلحق ولدي يقرا. فاش منك النهار ديالي جيت لقيت ولدي يقرا ديك الشهرين ما غاديش يقرا، وعلاش خلينا نقطعوا ديك الشهرين؟ شهرين خليها نشريها ليه. انا راه شهرين راه تعليم بعدا خاصو يقرا. واش ولدك كان تقرا العام اللي فات هنا؟ قرا العام اللي فات هنايا وعاديه الامور. دازت عاديه مزيان، حتى هذا العام هذا هو، هذا العام هذا اول حاجه كيقول خاص تقطع، جينا قطعنا على اساس وليداتنا يقراو، تفاجئنا بالقرار، قالك اسيدي الشهرين راه ما غادي يكون لا قرايه لا والو. يلا وشنو هو السبب؟ بغينا نعرفوا. هي السبب مدرسه تبارك الله كبيره، يعودونا بشي استاذه، الدوله تبارك الله عندها اساتذه، المدارس هي خاويه، كون كان شي ازمه ديال الفيضان ولا الشتاء ولا شي تكرفيس هكا ولا طريق ولا هذا، نقولوا راه ما عندنا عذر. دابا الامور كامله، انت طبيعتها جا انت طبيعتها مزيانه كاع. نعم، في التالي كنتفاجئوا بقرار ما فهمناش كاع، والله ما فهمنا حتى حاجه كاع. دابا واش الاستاذات مشاو يتكونوا ولا ما فهمناش؟ هذا الشيء اللي بغينا نفهموا. نعم، هذا الشيء اللي بغيت انا نفهم. شنو كتقول لكم الاداره الان؟ ملي مشيتي انت كاب، ملي كتمشي الاداره شنو كتقول لهم؟ شنو جاوب؟ حتى واحد ما كيجاوب، كيقول لك صافي راه بحالك بحال الناس، صافي يعني اسكت وصافي راك بحالك بحال الناس، صافي شنو؟ سير عسير دابا نديروا شي حرة بحالك بحال الناس، هذا هو القرار. كيفاش بحالنا بحال الناس؟ ما فهمناش. نعم، هادشي علاش غوتنا على هاد الإذاعة وترجينا الله فيها، هي إن شاء الله ربما توصل صوتنا للشعب كامل. أخي نعم تفضل، أنت كأب هنايا؟ أنا خويا كأب هنايا وبحالي بحال هاد الناس هادو، عندي وليد وعندي بنية كيقراو هنايا، ولكن حنا كنتفاجئوا بهادشي هذا اللي داروا لنا، راه ما كان ما لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، بزاف ديال الحوايج واقعين هنايا ما فاهمينهمش حنا، القضية غامضة. جوج أستاذة هزوهم لنا مربيات داوهم، قالك هذوك عندهم لافاك دوزو كونكور طلعوا
داو منا من هنايا يعني مشاو خدموا خلاو لنا جوج هنايا جوج هادو ما استقبلوش يخدموا لحقاش بوحدهم ما عندهمش المستوى دي شحال ديال الوليدات اللي كاينين كاينين راه كتعدى على 400 زيد 400 طفل ولا 500 طفل اللي كاين هنايا هنا غنسولك خويا واحد السؤال اي مرحبا واش هذا الروض هذا المركز ديال التعليم الاولي اللي كاين واش هذه هي المدرسه الوحيده ولا كاين مراكز اخرى في لا كاينين مراكز اخرى فيهم ولكن بعاد ولكن هذه هي السنتر هنا السنتر عين الجمعه كامله وكاين حتى النواحي كيقراو هنايا راه كاين 400 طفل ولا 500 طفل ولكن غير اللي باينه هذه اللي كتقرا هنا دابا بالنسبه للتعليم الاولي ولكن المشكل اللي كنتفاجئوا فيه هو هذا القرار اللي عطاونا ديال شهرين نحبسوا شهرين حتى نشوفوا الحل عطيونا الحل وريونا شي مسؤول اللي غنتجوا عنده يناقش معنا الموضوع ونلقاو الحل ولكن ما كاينش ما لقينا من غنتجوا كنجيو لهنايا لا اله الا الله وكنشكروا مشاهدينا يعني هنا كنسمعوا هنا عدد الاراء ديال الاباء اللي الان حتى هما بروسهم كيقول لك حنا ما فاهمينش علاش غادي نقوموا بعمليه تسجيل ومن بعد كنلقاو روسنا انه حتى العمليه التعليميه ما غتكونش بسبب انه كاين اكراهات كما كنقولوا تقنيه تقدر تكون الاداره عندها مشاكل ديالها غادي نحاولوا نقربوا من احد الاخوان الجمعويين ومن المنطقه تقربنا اكثر من المشكل الحقيقي شنو كاين واش كاين شي تواصل مع الاداره ولا والو شكرا سيمونيل على اللقاء ديالك اليوم لحقاش راه هو مشكل كبير اللي في المنطقه كامل في عين الجمعه ماشي غير في هذا السونتر هذا اللي هو الروض اللي داروا في التعليم داروا سبعه ديال الاقسام في المنطقه عين الجمعه وكل قسم بعيد على الدوار تقريبا بسبعه كيلومتر ولا ثمانيه، المعاناه ديال التنقل ديالهم صعيبه للتلميذ اللي كيوصل خمس سنين اربع سنين، والمشكل ديالنا هو اننا كنخليو خدمتنا ونسمحوا في شغلاتنا وبقاو نتسناو الوليدات تيخرجوا، وزادوا كملوها اليوم هي القرار اللي خرج اليوم ديال شهرين، شهرين ديال التعليم ديال تكوين المربيات ديال الروض، ما كاين قرار مفاجئ ما عنده حل. هاد الشيء راسلنا راه حنا جلسنا مع سيد جلسنا مع رئيس الجماعه القرويه وجلسنا مع الاعضاء ديالو وناقشنا هذا الموضوع ديال الروض ولا من يجيب ولا يعطيك شي وثيقه اللي يقول لك اننا ها شنو كاين شنو كاين ما كاينش اللي كيجاوبك نهائيا ما كاينش جواب لا وزاره التعليم لا الجماعه القرويه لا حتى شي حاجه يعني راه حنا في واحد الحاله واحد ما بغيت يتحمل المسؤوليه حتى واحد كيقول لك واحد كيرميك الاخر هذا تيقول لك التعليم اللي مسؤول على هذا النقل وعلى الروض جماعه كتقول لك التعليم اللي مسؤوله مشينا للتعليم كتقول لك هي جماعه اللي مسؤوله مجلس العماله هما اللي مسؤول ما عرفناش شكون اللي كيسير هذه البلاد واش الجماعه واش التعليم واش مجلس العماله يعني هذا هو مشكل كبير راه عندنا التنقلات كاين اللي كيضرب 14 كرومي هو منهم سي بحجي يوسف يوميا وكاينين عدد ديال الناس اللي مشاو دابا بالطوموبيله ديالهم. الناس اللي المواتر موراك. المواتر موراك راه. دابا هاد الناس. راه دراجة نارية كلشي شرا دراجة نارية راه. هاد الناس اللي مشاو دابا بمواترهم وبطوموبيلاتهم واش هاد دابا يجي يدي التعليم بالوليد ديال التعليم الأولي. دابا المشكل اللي وقع هو سي منير هو أن هاد المدرسة كانت عندها جمعية وغادا منظمة وغادا في القانون ديالها الله يكثر خيرهم حنا جربنا العام اللي فات معاهم خدمنا معاهم التلاميذ ديالنا قاريين تبارك الله مزيان مستوى رائع. الا هاد القرار اللي خرجوا ديال هاد الاقسام اللي داروا في الدوائر هما اللي خلقوا هاد المشكل منين بدينا كنهضروا مع الجماعه بدغات ضغطات على المدرسه المجموعات هي ديال الجنوبيه ديال المدرسه باش يعمروا دوك الاقسام الا مشينا نلاحظوا في دوك الاقسام دابا حاليا كنلقاو خمسه الناس سته الناس مشروع فاشل للتربيه الوطنيه فاشل 100% ما كاينش الاقسام اللي عامرين فيهم خمسه ديال التلاميذ هاد السبعه ديال الاقسام اللي داروا في الجامعه كلهم خصهم ترونسبور يعني برنامج ملكي كاين الله ينصر سيدنا خصو يطبق يديروا ترونسبور للتلاميذ اللي وصلهم الاقسام ديالهم راه ما يمكنش غتطلق الولد في وسط 5 كيلومتر 6 كيلومتر مول 7 سنين 6 سنين وما تيقدرش يمشي ما بالك انت دابا اللي غادي تجيب مول 4 سنين ولا 3 سنين وتلقوه يمشي للروض الاب ديالو هذا راه هذا شوف هذا راه الظلم هذا هو سميتو الظلم هذا هو الظلم راه التطبيق ديال القول ديال صاحب الجلاله الله ينصرو راه ما كاينش في البلاد يعني وسيرتو في عين جمعه انا كنتحمل المسؤوليه ما تنقول ونديروا لجنة معينة اللي نمشيو نشوفوا هاد الأقسام هادو اللي تبناو واش كيقريو فيهم كيخلصوا الموظفات وكلشي تمايا علاش ما يجيبوش يجمعوا كلشي في واحد القسم هنايا ديال المدرسة الجنوبية الابتدائية أنا نعطيك اللوائح اللي كاينين في الجامعة القروية في الزيادات هادو غير اللي في الجامعة كان نتحمل المسؤولية عامة نقول عندي لوائح فيها 600 واحد بلا اللي مسجلين في مكناس يعني اللي تزادوا في مكناس بانيو وسميتو محمد الخامس وداك الشيء كيتسجلوا في الدوائر مكناس وهما ساكنين هنا هذا راه واش ما كاينش اللي يراقب واش ما كاينش العقل واش ما كاينش المخ اللي كيمشيو هاد الناس هذا بغيت انا غير عارف شكون غيتحمل المسؤوليه واش المديريه الاقليميه واش المديريه الجهويه واش المديريه ديال الاكاديميه واش هذا ما عرفناش نعم
وشكرا. عند احد الاباء كذلك في كلمه ديالو. سي عزيز يعني اليوم انت جيتي من قبيله وانت واقف كنشوفك ومريض واقيلا. اي شوف الله ينجيك. هي ما قالش حتى توقف. اش جاي دير دابا انت هنا؟ جاي نشوف شنو هو المشكل ديال هذا المشكل ديال هذه البلاد هذه هي اللي زعما التلاميذ ديال هذه العمده اللي غادي يضيعوا راهم ضايعين خلوق. البلاد راها لا حال لا يرتى لها. الجفاف من جهه الانسان ما فحالوش. والان اغلبيه الناس دابا راه كتهجر للمدينه باش تخدم ب 70 درهم ولا ب 60 درهم باش تقري ولادها وتقرب للمدرسه وتامن على ولادها الامان. وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا. شكرا لك. معنا احد الاباء اللي حتى هو حتى انت كتسنى باقي كتسنى البنيه ولا الوليد تيخرجوا عاد تحرك. دابا الولد ما خلاوش يقرا. علاش؟ ما خلاوش يقرا، خلص راسو راه خلصت كل شيء. شحال خلصتي؟ خلص 1020. اها 1020 وشريت له كتشكاره وشريت له كل شيء. قرا واحد النهار لا غبلي قالوا له لا ما تقراش. غتوقف شهرين شهرين غتوقف. هو وقف شهرين حنا ما لقينا لا بين نخدموا لا مولاي استاجر راه تكددت وخلص ديك 1020. ياك ما بحالناش. والله ما بحالنا. 1020 ديالها ديال الريسورانس. قرب شويه الميكرو. ديال الريسورانس. لاسيرونس وتسجيل على اساس انه غادي يقرا. وتسجيل انا تسجيل داك الشيء. غير باش نفهمك عمي باش حتى حنا نفهموا. دابا خلصتي ديك البركه داك التسجيل واحد باب التسجيل على اساس ولك راه غيدخل يقرا. غيدخل يقرا. جا قرا نهار. وجراو عليه. قالوا له ما توقف شهرين. 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 اها. ايوا باغي يرجع الشهرين هذو. انت فين ساكن؟ ساكن هنا بعين الجمعه. ساكن في عين الجمعه. آه. ما قريبش لك شي راه ودخر. لا والو. هذا هو اللي قريب. هذا اللي قريب لنا. نعم. وشنو رسالتك اليوم للمسؤولين؟ اليوم المسؤوليه خصنا نشوفوا مالها توقفت. واش الاخرين كيقراو حنا لا ولادنا ما يقراوش علاش؟ وعلاش نخلصوا؟ مي ما يقراوش ولادنا علاش نخلصوا علاش؟ زيد فينا ديك 50 درهم نجيبوا كما قال السيد نجيبوا غابوطه نجيبوا هذه نبقاو شهرين حنا كنتسناو عادي ندخل الوليدات يقراو من غير البوطه من غير الزيت اذا غادي نجيب البوطه وزيت ولدي ما قاريش راه هي والو هي هي والو خاص الوليدات يقراو خصي يقرا خصي يقرا خصي يقرا ونزيد عليه حتى 50 درهم اخرى واخا نخدم عليها واخا نتلفها نخدم عليها وتسلفها ولا ايه ونزيد ايوا على ولدي نعم يقرا بغيتو يقرا نعم ما بغيتو خليه يمشي يدور انت باغي ولك غيقرا غيقرا نعم ما خلصتي خلصت شي حاجه خايبه ملي خلص ديك 50 درهم خصو يقرا والسلام عليكم. شكرا لك. وحيا الملك. نعم اللهم امين. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وكما كتابعوا معنا هو على المباشر وهنا امام مدرستنا عدد من الاباء والاولياء التلاميذ اللي حاضرين اللي يعني كيقولوا سمعنا كلمه واحده اللي كيقولوها كاملين انهم يعني يستنكرون هذا الاجراء اللي كيقول لك انه ما راعاش ظروفهم خصوصا اننا كنتواجدوا في منطقه قرويه كاين ضعف ديال الله يحسن العوان يعني الناس هنا طبقات هشه ناس يعني كما كنقولوا ما كاينش ما نقول الدخل محدود يا ربي يجيب الدخل خصوصا في هذه السنه اللي كتعرف بسنه ديال الجفاف واللي داز فيها صعيبه شويه على هذا الشيء اخويا راه ما عمرنا كنا كنتوقعوه حتى وجاو هاد المسؤولين الجداد هما اللي دايرين هذا الشيء هذا كامل وكنطلبوا منهم يهديهم الله ويشوفوا من حاله المسكين راه بزاف على هذا الشيء بزاف 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 ما خصهمش يقادوا نفسهم بحال نفوس الناس الفقراء وشكرا نعم خويا شي كلمه شي اضافه في كنطلبوا من جلاله الملك الله ينصره نعم يشوف لهاد البلاد هذه وهاد المسؤولين اللي عندنا في مكناس والاخص هاد البلاد عين جمه راه عندنا مشكل ازمه كبيره يعني سنه الجفاف هي هذه اللي غتبدا دابا ماشي اللي داز هاد العام اللي داز ونتمنوا من الله هاد العام يكون نتمنوا من الله الخير والناس مضرورين بزاف نعم والامكانيات باش يتابعوا ويسيروا التعليم ديالهم هنايا ويبقى يجي الراجل ب 14 كيلومتر باش يبقى يدور 14 كيلومتر وعام كامل ويبقى يتسنى ولده هنا واش يخدم على ولده ما كاينش ترونسبورات وانتم كاين ترونسبور كاين ترونسبور علاش ما درتوش مبادره؟ درنا اتصالات نسقنا مع المجلس الجماعه هنايا وتم التغييب ديالنا نهائيا في الجماعه استفدت من ترونسبور وانا كنتحداهم الا كانوا وقعنا معهم وثائق ديال اللوائح ديال الحضور ديالنا في الجماعه هنا حنا راسنا عريان ها هما حداك جمعويين ها هما تعاونيات كاينين بزاف هنا في عنجب تغيبوا نهائيا ما بغاوش يشاركوا المجتمع المدني الفعال في عنجب وهذا الشيء بشهاده الجميع كنطلبوا من سيدنا الله ينصره ويطول عمره وعلى قولة الله اكبر الله يخليه لينا في هذه البلاد يشوف من حال التعليم في جامعه القرويه عنجب
رسالتكم واضحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما تابعتوا معنا. وهنا يرفع اذان صلاه الظهر هنا بجماعه القرويه لعين جمعه باقليم مكناس. اخر خليك معايا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. كنتمنى نكونوا رسالة هاد الاباء وهاد اولياء التلاميذ اللي سمعناهم الان محروقين على وليداتهم. كنتم معنا في هذا البث المباشر بحضور مشاهدينا طبعا رجال السلطه المحليه اللي كان حاضر معنا هنا ممثل عن السلطه المحليه في هاد الوقفه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. كنتمنوا الرساله تكون يعني وصلت للجهات المختصه والجهات المعنيه من اجل ايجاد حل، لانه كما سمعنا احد الاباء كيقول لك حنا بغينا وليداتنا يقراوا لا اقل ولا اكثر، بالرغم من الظروف بالرغم من الجفاف اللي خاصنا نمشيو نجيبوها ونتسلفوا ونتكلفوا، بس وليداتنا يقراوا ما يتحرموش من العمليه التعليميه. كنتمنوا انه الرساله توصل للجهات المسؤوله وايجاد حل في القريب العاجل. اشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. شريف شي كلمه؟ نعم سيدي تفضل. معنا احد الاباء هو اللي غادي نختموا معاه هذا البث المباشر. نعم سيدي. هاد الناس الناس المساكين هما اللي كدوز عليهم الضغط. نعم الناس العروبيه والمساكين الدراويش. جاي تدي ولدك ولا بنتك؟ جاي تدي ولدي غابه بسميتو بالموتور. ها انت منين جاي دابا انت؟ جاي من مغاره. شحال تقريبا من كولومتر؟ راه كاينه شي 15 كولومتر. اللي جاي ضارب ضارب دابا انت غادي الصباح؟ غادي في الصباح وعشيه. اللي غيخدم اللي غيخدم مسؤول على الدار، اللي غادي يجيب الدراري للمدرسه مهم لا حول ولا قوه الا بالله. كلشي فيا وكل وشرب وكل شرب غير بوحديتي. خدم جيب لهم الما ياكلوا وخصك تقريهم خصك. لا اله الا الله. نعم لا اله الا الله. اللي كيبغي يخدم ما تيخليوش. دابا هذاك اللي لاباس عليه ما تيخليش السيد اللي غيخدم. خص المخرويدين يحيدوا ذاك اللي غيخدم باش يخليوها متبنه. فهمتيني؟ دابا كاين ناس مساكين باغوا يخدموا ولكن ما خلاوهمش. فهمتيني؟ ما كيخليوش يخليو هذاك السيد الراجل المعقول ما تيخليوش يخدمو، تيجيو هذوك الكبار تيقولوا حيد انت يا باش يديروا ما بغاو هما. فهمتيني؟ دابا اللي غنضربوا لا بيستون نضربوا نطلقوا الدراري ديالنا من عيف الخلاقي في الدوم وسميت بزاف ديال المشاكل. والدوله بعد غدا الله يستر وهادشي اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا ها التحرش ها الاغتصابات هاي شدها شي واحد في الخلاوي كلشي قوى حاجاك حتى العروبيه شي حاجاك الكلاب. منين كتكون حاجاك الكلاب كيكونوا فرق، الا خرجتي الدري الصغير ما غيبقى فيه لا رجلين ولا راس. فهمتني؟ دابا واش غيطلق الدري الصغير هكا غير تلاقوا معاه الكلاب خلويين؟ خلويين غادي ياكلوه ما يخليو فيها لا رجل لا راس. واش غادي يدير؟ وحنا مقبلين ان شاء الله على موسم ديال الشتاء. هادشي اللي كنطلبوا الله نطلبوا ان شاء الله. رسالتكم واضحه اخي، رسالتكم واضحه. حيد بابا حيد. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كنتمناو انه تكون التجاوب الايجابي مع هذه الرسائل واللي سمعنا فيها انه عدد من المشاكل كما كنشوفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. عدد من المشاكل كما قلنا اللي سمعنا الان كتخبط فيها هاد المؤسسه هنا بعين جمعه. كنتمناو الرساله انها توصل وايجاد حلول يعني موضوعيه وحلول واقعيه اللي ممكن ترفع الضرر على هذه الساكنه وتساهم كذلك في العمليه التعليميه. كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من عين جمعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء.